السيدات والسادة الحضور، الوفد الأوكراني المرافق، يسعدني أن أرحب بمعالي الوزير سبيها والوفد المرافق لسيادته في زيارته الأولى إلى القاهرة، وهي الزيارة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الأوكرانية، وهي ليست علاقات وليدة اليوم، حيث دشنت مصر وأوكرانيا علاقاتهما الدبلوماسية في يناير عام 1992، وعقب ذلك افتتاح سفارتي البلدين في كييف والقاهرة. لقد تناولت مشاوراتنا أرحب بكم السيد الوزير مرة أخرى في خلال زيارتكم الأولى إلى القاهرة، وأرحب بالوفد الأوكراني المرافق، وأؤكد عن العلاقات التي تربط بين بلدينا والتي تعود إلى فترات وحقب سابقة، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بأوكرانيا عقب استقلالها في يناير عام 92. لقد تناولت مشاوراتنا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأيضا في المجالات التعليمية وغيرها من المجالات، بهدف مزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. كما حرصت خلال مباحثاتي مع الوزير الأوكراني على مناقشة بطبيعة الحال أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا وأوضاع الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك، فضلاً عن تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية. السيدات والسادة، كما ذكرت تحدثنا بشكل مستفيض عن علاقتنا الاقتصادية والتجارية، وبالتأكيد شهدنا في العامين الماضيين، العام الحالي والعام السابق، زيادة وطفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين بلدينا، وأن ذلك كان محل استحسان وإشادة من جانب الوزير سبيها ومن جانبي أيضا، والذي اقترب من معدلاته السابقة، حيث من المتوقع والمأمول أن يصل حجم التبادل التجاري بنهاية هذا العام إلى 2 مليار دولار، خاصة وأن مصر طالما هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في القارة الإفريقية وفي الشرق الأوسط. أعربت أيضا خلال مشاوراتي مع الوزير سبيها عن أهمية استمرار الصادرات الأوكرانية إلى مصر، خاصة من الأقماح والحبوب والزيوت، كما أبديت أيضا تطلعنا لاستعادة وتيرة السياحة الأوكرانية إلى مصر، التي كانت وتعد أحد أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأوكران، حيث تجاوزنا في بعض السنوات رقم 1 مليون سائح من أوكرانيا، وتحديدا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ونرحب بالتأكيد بتدفق السياحة الأوكرانية، وتكلمنا وتحدثنا أيضا عن مزيد من فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات المصرية والصادرات المصرية، سواء كانت الصادرات الزراعية أو الصناعية أو غيرها. تناقشت أيضا مع معالي الوزير الأوكراني حول قضية الاستثمار وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين بلدينا، بما في ذلك الاستثمارات الأوكرانية في مصر، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والاستفادة أيضا من الفرص المتاحة في الاقتصاد والسوق المصري الذي هو بطبيعة الحال الأكبر في الشرق الأوسط وأيضا في القارة الإفريقية، والاستفادة أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة التي مصر هي طرف فيها وعلى رأسها
اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا، الأمر الذي تحدثت فيه باستفاضة مع الوزير سبيها حول إمكانية أن تكون مصر بطبيعة الحال من خلال توطين الصناعات الأوكرانية هنا في مصر أن يكون ذلك مجالاً ومنفذاً للصادرات الأوكرانية إلى القارة الإفريقية. تحدثنا أيضاً عن بعض الأفكار في أن يكون هناك مركزاً لوجستياً للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس. تحدثنا أيضاً عن استغلال اتفاقية التجارة الحرة كما ذكرت والتي مصر طرفاً بها وتتعلق بسوق يصل حجمه إلى أكثر من 2 مليار نسمة وليس فقط السوق المصري الذي يزيد عن 110 مليون نسمة. أكدت أيضا والسيد وزير خارجية أوكرانيا على أهمية تعزيز التعاون العلمي والتعليمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين، وبحثنا أيضا فرص إنشاء أفرع لبعض الجامعات الأوكرانية المتميزة هنا في القاهرة وفي مصر، أسوة بالعديد من الجامعات من اليابان ومن ألمانيا ومن بريطانيا ومن الولايات المتحدة ومن دول عديدة. تحدثنا أيضا عن أن أوكرانيا هي أحد الوجهات الهامة للطلبة المصريين، وتحدثنا عن تقديم كافة أوجه الرعاية للطلبة المصريين هناك للاستفادة من الإمكانيات العلمية في الجامعات الأوكرانية. كما حرصت أيضا كما ذكرت أن أتناول بشكل مستفيض أوضاع الطلبة المصريين والمتواجدين على الأراضي الأوكرانية وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات لهم من جانب السلطات الأوكرانية. ساعدت اليوم منذ قليل بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري والمعهد الدبلوماسي الأوكراني، وسيكون هذا بداية لتعزيز التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي خارجية بلدينا. تطرقنا أيضا إلى مسألة التعاون الثلاثي في إفريقيا وأهمية هذا التعاون من أجل مزيد من تقديم الدعم إلى أشقائنا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الفني والتدريب المهني وبناء القدرات لأشقائنا في القارة الإفريقية. بطبيعة الحال كانت الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتنا. تحدثت من جانبي بطبيعة الحال عن الأوضاع الكارثية في الإقليم هنا في إقليم الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر سواء على قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان الشقيقة. كما تحدثت أيضا عن مخاطر التصعيد الخطيرة في المنطقة وإدانة مصر الكاملة لأي أشكال للتصعيد والتي قد تقود المنطقة إلى حرب شاملة، وأهمية منع التصعيد والحد من هذا التصعيد. وذكرت من جانبي أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف العدوان أيضا على لبنان كفيل بطبيعة الحال بمنع التصعيد في المنطقة، وبصفة خاصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات. هذا سيكون له بطبيعة الحال تأثير على الاستقرار وخفض حدة التصعيد في المنطقة جنبا إلى جنب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق. تحدثنا أيضا عن الملفات الأخرى سواء كانت الأوضاع
في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري. تحدثت أيضا عن الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وأيضا مع الولايات المتحدة للعمل على الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين، وأيضا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية دون أي عقبات إلى أهالينا في قطاع غزة. كما تحدثنا أيضا عن بطبيعة الحال عن عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في السودان والوضع في ليبيا وأيضا الوضع في سوريا والوضع في مجمل المنطقة. كما تناولت أيضا من جانبي قضية الأمن الوجودي لمصر ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود. بطبيعة الحال تحدثت مع الوزير سبيها عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعدت التأكيد على موقف مصر الواضح والصريح وهو الموقف المتزن والمتوازن والذي يرتكز في المقام الأول على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. بطبيعة الحال احترام سيادة الدول، وجددت أيضا الدعوة، دعوة مصر الصادقة والتي تجسدت في النداء العالمي الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية في افتتاح كوب 27 في شرم الشيخ، وأيضا انخراطنا في الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي في إطار القمة الإفريقية وأيضا في إطار المبادرة العربية في إطار جامعة الدول العربية وفي إطار مجموعة الاتصال العربية للعمل على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول لهذه الأزمة. كما أيضا أحط الوزير سبيها علما بمشاركتي في الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة الصينية البرازيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، والتي أكدت خلالها على أهمية استناد الحل المستدام للأزمة إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك الحوار والتسوية السلمية للنزاعات والحفاظ بطبيعة الحال على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمة وذلك في إطار صياغة مقاربة شاملة لتحقيق السلام. وفي هذا السياق أكدت أكثر من مرة على الآثار السلبية المترتبة لاستمرار هذه الأزمة على مصر خاصة وعلى العالم بأسره، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة بشكل خاص، وهي التبعات التي كما ذكرت تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية وعلى مصر على وجه التحديد، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم. كما ذكرت تطرقنا أيضا إلى قضايا المنطقة وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن، وتوافقت الرؤى على أهمية منع اتساع رقعة الصراع. السيدات والسادة، معالي الوزير سبيها، أجدد الترحيب بكم في مصر، وأتمنى لكم وللوفد المرافق إقامة طيبة خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى ورحلة آمنة في طريق العودة إلى أوكرانيا، حاملا معكم رسائل المودة والتقدير
ومرة أخرى نرحب بكم وأترك لكم الكلمة.